بالنسبه للاي سي جي في عندنا مجموعه حاجات الحقيقه تعرف لنا ايه اللي بيحصل في الاي سي جي، يعني كل جزء في الاي سي جي بيعرف لنا حاجه معينه من اللي بتحصل داخل القلب. طبعا زي ما انا كنت قلت ان احنا عندنا في الجزء الكهربي يعني اللي هو بيعبر لنا عن الاي سي جي، او يعني عامه الحاجات اللي احنا بنقيسها في الاي سي جي هي بتعبر عن حاجه لها علاقه بالميكانيكال فانكشن، بس ما هياش الميكانيكال فانكشن، دي عباره عن الاكسايتيشن سيجنال اللي بتسبب الميكانيكال فانكشن. بس كل جزء من الاي سي جي سيجنال بيعبر لنا عن حاجه معينه لها علاقه باللي بيحصل داخل القلب. على سبيل المثال البي ويف هي بتعبر عن اتريال اكسايتيشن، البي كيو سيجمنت اللي هي اللي هنا دي كده بتعبر عن الكوندكشن بتاع الاكسايتيشن للفنتريكلز. يعني احنا عندنا الاتريا كانت اكسايتد، دلوقتي احنا في عندنا اللي هو الاتريو فنتريكولر نود بيبقى فيها شويه ديلي قبل ما بتوصل السيجنال للفنتريكلز عشان تعمل سينكرونايزيشن بشكل سليم، عشان تسمح للانقباض بتاع الاتريا ان هو يكون خلص ويكون الدم كله نزل في الفنتريكلز قبل ما يعمل انقباض في الفنتريكلز. فبالتالي بيبقى في عندنا ديلي، والديلي ده بيبقى بنعبر عنه بالبي كيو سيجمنت اللي هو الجزء اللي هنا دوت اللي هو المفروض يكون فلات. الكيو ار اس كومبلكس ده هو عباره عن يعني جاي من الاكسايتيشن بتاع الفنتريكلز. طبعا العضله بتاعه الفنتريكلز دايما بتبقى ثيكر، يعني جدار القلب في الفنتريكلز في البطين لازم يبقى يعني ثيكر عن يعني اسمك من الاتريا، وبالتالي بيبقى الانقباض بتاعه بيسبب سيجنال اكبر بكتير من السيجنال اللي هي بتجي لنا من الاتريا. يعني عشان كده بنلاقي الكيو ار اس هنا الحقيقه اكبر بكتير من البي ويف اللي هي كانت بتكورسبوند للاتريال اكسايتيشن. فالفنتريكولار اكسايتيشن هو الكيو ار اس. الجزء اللي هو الاس تي سيجمنت والتي ويف ده الريبولاريزيشن اوف فنتريكلز، ده الجزء اللي بيرجع فيه كل بقى خلاص الاكسايتيشن خلاص بيكون خلاص بيخلص، واخر التي ويف هي بيسكلي هي ان كل حاجه رجعت زي ما كانت قبل بدايه الكاردياك سايكل. فبالتالي احنا بنتكلم على ان احنا اي تغير مرضي داخل القلب او في الاكسايتيشن باترن اللي بيحصل في القلب بيظهر لنا على طول في منتهى الوضوح في الاي سي جي.